شوف انا احس انه هو يعني ولا الثقة ولا التردد شيء احسن من الثاني. يعني الثقة زينة في اوقات والتردد زين في اوقات، لانه ممكن يعني ينقذك من شيء تكون متردد مثل وايد اشياء. احلى تحية على المستمعين والمتابعين، معكم بوفري واحمد محمد في بودكاست بالعربي. يا مرحبا. يا مرحبا فيك. موضوعنا مختلف اليوم. والله يعني اليوم ان شاء الله الموضوع ذي يفيد ناس. مفيد يعني موضوعنا مش مختلف ولا لا غريب. اليوم موضوع مفيد. مفيد ان شاء الله يفيدني انا بعد. انا بستفيد، انا اخوكم الصغير. ونقدم لكم بعد معنا الاخ الثالث احمد علي. والنعم. نعم بحالك خوي. ما حسيتنا نوزع جوائز. صح. كل واحد يقول اسمه. الموضوع اليوم يتكلم عن الثقة والتردد. التردد؟ اي نعم. شلون تردد؟ انت تسمع ان الناس يقولون انا عندي ثقة، وفي بعد ناس يقولون انا فيني تردد. فلو تلاحظ الثقة والتردد عكس بعض، وساعات التردد يكون ذات منفعة. شوف يعني التردد ساعات يكون مو مناسب جدا بالنسبة حق الثقة. شوف انا احس انه هو يعني ولا الثقة ولا التردد شيء احسن من الثاني. يعني الثقة زينة في اوقات والتردد زين في اوقات، لانه ممكن يعني ينقذك من شيء مثل تكون متردد مثل وايد اشياء. واقف في تقاطع تبي تطلع متردد، صادتني انا من قبل ترددت اطلع الا مره واحده سياره ما انا وين طلعت، ترددت بس انقذني التردد. وساعات الثقه لا بالعكس تنقذك الثقه. إيه لان اللي كان بدعمك كان واثق بزياده. بالضبط. يعني تشوف الثقه بزياده مشكله والتردد بزياده مشكله. يعني انت ممكن تتردد في امور مصيريه وهاي بتكون يعني ذات منفعه لك. احس الموازنه زينه في كل شيء. هي شوي يعني المعادله بينهم معقده ترى. طبعا بس اقصد الموازنه عامه، انا قصدت مش في التردد والثقه. الموازنه في كل شيء عامه زين. لا الموازنه في كل شيء ما يصير تقول في كل شيء. مش في كل شيء، في كل شيء. تفهمني والمستمعين فاهميني بعد والمتابعين. لا مو فاهمينك. ممكن اللي مو فاهمني يسوي لي انفولو الحين. ممكن توضح لنا؟ يعني انك توازن في الامور يمكن ساعات ما يوصلك للتردد. عمر التردد والثقة ما توازنوا في ميزان واحد. لا انا ما قلت توازن ما بين التردد والثقة. انا تقيت في كل شيء. لا تشوف هاي بيلها بودكاست بروحه، هذه ناخذ راحتنا مع بعض. اقول لك لا. اشرح لك وتشرح لي. احمد ممكن تقول لي شنو هي الثقة؟ الثقة ان الواحد يكون واثق من نفسه. يعني اذا انت شيء مثلا خلينا نقول شغلك، انت واثق من ادائك في الشغل، انت واثق اذا خلينا نقول انت رياضي او مثال. يعني انا احب الثقة في شخص يعني محمد علي كلاي كان واثق من نفسه إذا يدش الحال بأنه بيفوز ويفوز. أنا أشوف هذه الثقة اللي يعني وايد حلوة، بس يعني في ثقة أكثر أزيد من اللازم، يعني أنك تعطي نفسك أكبر من حجمها. شوف الثقة هو إيمانك في الشيء اللي أنت تبي تصنعه أو الفكرة اللي في بالك، وإيمانك في ذي الفكرة جدا قوي. وإيمانك في نفسك. إيه يعني عامة في الفكرة وفي نفسك، في إنك تقدر تطرح ذي الطرح سواء كان عمل شغل فكرة أي شيء قاعد تسويه. كثر إيمانك في ذي الشيء يعطيك ذي الثقة. لو أنت مو متأكد منها فتروح صوب التردد. الثقة بصورة سريعة هي عبارة عن التأكيد. تأكيد يعني أنا متأكد،
أنا واثق أنا متأكد. يعني على سبيل المثال أنا متأكد إن الفأر عمره ما بيطلع صوت نفس القطوة. بالضبط. يعني أنا يعني أنت إذا شفت كذي فهذه يسمونه تردد. الحين أنت صرت متردد إن أنا سمعت من ذي ولا من سمعت من مخلوق غيره. عرفت؟ التردد هو الخوف. شوف ركز ها. التردد هو الخوف. والثقة هي التأكيد. يعني أنا واثق ومتأكد هذه هي الثقة. أنا خايف ومرعوب هذه متردد. هل شرط يكون رعب أو خوف؟ ممكن يكون عدم يعني تأكد من شيء بس ما يكون ناتج عن خوف. مو شرط يكون خوف. حلو. هو مش لازم يكون خوف بس أحيان التردد كثرته وكثر تصديقه عند الشخص يولد له شخصية الخوف اللي هي يعلق الخوف في شماعة التردد ويمشي على طول أنا متردد. طبعا هو ما يقولها باللسانه ولكن قاعد يتعامل مع الأشخاص ومع البيئة اللي هو عايش فيها بتردد في كل أموره. فحتى في برز شخصيته يكون متردد أنه يقول شيء عن نفسه لدرجة أنه هو ساعات يكون متميز في شيء ويخاف ويتردد أنه يقول أن أنا عندي ذي الشيء. هل ممكن التردد يصنع الوسواس؟ يصنع الخجل بعد. بالضبط. هو لأنه لو تلاحظهم كلهم يكبون في نفس المجرى كلهم. ألا وهو التردد، الخوف، الفزع، الوسواس كله جاي من التردد. فأنت يقول لك شوف حتى ديننا يأمرك يقول لك ثق بالله ثقة تامة. ليش؟ لا تخاف وتوكل على الله. بالضبط. فهاي الفرق بين الثقة والتردد. ما العامل الأساسي اللي راح ينفعك إذا أنت التزمت بالثقة وشنو أعراض الثقة الزايدة وشنو العامل المفيد في التردد والعامل إذا زاد عن حد التردد. فأحيانا ييك شخص عنده ثقة، الثقة مشكلته زيادته تولد شيء اسمه الغرور. شوف ذيك التردد يولد الخوف، هذه لا، الثقة تولد الغرور وتولد شخصية وهمية. هذه ما أقول لك أنا إن أنت تثق في شخص، لا، تثق في نفسك. ثقة في النفس بزيادة تولد غرور ونظرة خاطئة لشخصك، وهذه حدثت بشكل مكرر وكثير وكبير لأشخاص ما ينعدون، إنه وثق في نفسه بشكل غير طبيعي وارتكب أخطاء لا أهو حجمها ولا أهو قد عواقبها أصلا. هل تتوقع الناس جزء من دي الشيء ولا الشخص نفسه؟ يعني ممكن يكون مثلا فرضا مثلا بفرض مثلا على سبيل المثال يعني دائما الناس تقول لك أنت ما شاء الله قوي وبعدين معه وخشن وأنت ضيف، أنت يمكن يعني الثقة تزيد عندك. يمكن مو مشكلتها الشخص نفسه، مشكلتها الناس. أنا أشوفها من الناشئ. يعني إذا هالك ربوك إنك مثلا تتكلم قدام الناس، إنك عندك جرأة يخلونك أنت أخذ قراراتك وأنت صغير. يعني مثال، في ناس وهم صغار أمه تختار له ثيابه، أما تصرف له في كل أمور الحياة، فوقت اللي دور أنه هو بروحه يتصرف فيكون ضايع، فيبتدي الخوف، يبتدي التردد. هي تربية وهي شخصية في نفس الوقت. طيب أنا يعني لو قاعد أتكلم عنه يجمع يمكن هاي الأشياء. يعني أقصد أن الثقة الزايدة أو يعني الشخص اللي صار فيه دائما عنده تردد، نعم هي تربية، واللي حوله بعد يأثرون فيه. يعني مثلا شخص يعني ربع على الثقة في وايد أشياء، قالوا له صوتك حلو يا أخي، بيتك كلهم قالوا صوتك حلو، راح برنامج من البرامج دلين الله
اللي تشوفونهم حق غناء ما غناء دش عليهم واثق. هي كثرة المدح في ذي الشيء اللي صنع في ذي الثقة. هو مسكين، هو ما حد قال له وجهه، قال له أنت صوتك مأساة، وينصدم. يعني أنت تشوف الصعقة في وجهه لما أحد يقول له لا أنت مستحيل تغني. فأنا أحس أنه هو يعني هي خلطة، خلطة حديد ولا بلاستيك. اهداء حق علي. كنت تأكد تعلق عليها هذه. اخ يا قلبي اسمع، الموضوع احمد في غاية الخطورة، اقسم لك بالله في غاية الخطورة. يعني على سبيل المثال يكون شخص وسط العيلة، هو يعتبر في العيلة احلى واحد في العيلة، بس في ذي العيلة، بس في ذي العيلة، بس في الأسرة ذي لازم نحدد، بس في ذي العيلة هم تشوفوه حلو بالنسبة لهم. وقاموا يقولون له أنت أحلى واحد في العيلة، أحلى واحد في العيلة. طلع الشارع شو يشوف نفسه هو؟ الثقة أحلى واحد في الشارع. في الكون، لأن الثقة والتشجيع مليون كان مو في محله. فأنت قبل لا تزرع في شخص نفس ما قال أحمد الحين، ساعات تكون في التربية قبل تزرع الثقة في الشخص وتربيه عليها، لازم تعلمه أسس الثقة الصحيحة. وأنا شلون أقدر أقول أنت لك حق تثق في نفسك ولا ما لك حق تثق في نفسك؟ ترى حاسب أنت، هاي على سبيل المثال مثلا، أنا قلت يعني لا تشبيها بأحد يعني. طيب أنا خلنا أرجع لك للنقطة اللي كنت أقول عنها، إن الموازنة. فأنا كان قصدي الموازنة في المدح، أو الموازنة في أن أنا بعد أعطيه الثقة الزايدة، أو أن أنا دائما أخذ قراراته عنه نفس ما قال أحمد مساعة، أختار له كل شيء، ما خليه هو يتخذ قراراته، أو أن خليه يأخذ قراراته بزيادة، أو أن أمدحه بزيادة ويجيب العيد. لا هذه بيوصلك مرحلة أنه هو يصير في دلع زيادة. إيه يعني، فأنا هاي قصدي الموازنة إيه؟ فهاي الأمور، لأن نفس ما أنت قلت موضوع خطير بالضبط جدا، مو انا شوي. قلت لك هي لازم تكون بصوره محدوده، يعني انا لازم اربط لي معاه حدود معينه اوصل لها، اللي هي من باب الثقه، ان اخليه يثق في نفسه. وهي طبعا مطلوب مني يعني كواجب اب او اخ كبير حق بالنسبه حق الصغير او صاحب، لازم اعطيه ثقه في نفسه، بس مش ثقه مبالغ فيها وفي حجمها، لأن ممكن الشخص ذي يقرأ الثقة بمنظور مختلف وتوصل معاه مواصيل أنت وهو بغنى عنها. فأنت تواصله بثقة بس بالطريق المحدود، وهي أن هي أنا أعطيك ثقتك بنفسك، ولكن تقبل الواقع ترى هذه إمكانياتك. يعني ما يصير أنت تقول لي أنا أطير بيدي كذي بدون جناحين صج، لأن في ناس يقول لك ما شاء الله أنت نطيت، ما شاء الله رحت 3 متر، باكر بينط صج بيشيك يبي يروح 3 متر ولا لا، ساعات بيشيك من أماكن مختلفة، وآخر شيء بيفقد حياته. فأنت الثقة لازم توضع في مكانها الصحيح، تتمركز عند الشخص الصحيح، متى يثق عند الشخص بنفسه. وأنت لازم كشخص ربيت على الثقة، لازم بحكمتك تفكر أنا متى أكون واثق من نفسي. في مرحلة بعد وايد مهمة، تي بعد مرحلة البيت، تي مرحلة الشغل. يعني مثلا إذا أنت تشتغل والناس اللي حولك في الشغل أو اللي يدربونك ما يعطونك الثقة في نفسك أنك تشتغل وأنك أنت تياود خلينا نقول المهمة. يعني مثال، في ناس يدربونك يقولك تشوفني وانا اسوي، وبتم طول عمرك تشوفه وهو يسوي. في ناس منهم بفاري ترى يعني دربني في الشغل، يعطيك فترة ما يحتاج اخوي. يعطيك فترة، انت اصلا فنان، جلسة ثقة هاي من الثقة. انت اصلا تفهم، لا مو تفهم انك تمدحني، لا انت تفهم صج، يعني تلقط المعلومة وهي طايرة ما شاء الله عليك. عليك زود. فيعطيك فترة انك تشوف، وبعدين يخليك تشتغل وهو يشوفك، فتبتدي تصير عندك الثقة في الشغل. في الشغل بعد في مشكلة ثانية،
في ناس يجونك يظنون انهم افهم ناس في هالمجال ويجيبون العيد ويتمون ندمانين على غلطة طول حياتهم. يعني بعطيك مثال، انا من ناحية يعني شغلي ودراستي في المطار، الطيار يحتاج ثقة زايدة، وقت اللي الطيارة فيها مشكلة يحتاج ثقة في نفسه انه يقدر يتصرف. لكن في خلينا نقول شغلات ثانية ما تحتاج هالثقة، يعني كمهندس انت صيانة الطيارات ما تحتاج الثقة الزايدة ذي، تحتاج تأني ان المشكلة انحلت وتعرف تاخذ قرارك. فخلينا نقول كل شغلة كل مرحلة لازم تعرف تاخذ قرارك الصح. المشكلة التردد الزايد يكون مرض، يتعبك يتعبك. يعني تقريبا كلنا شافوا ناس فيهم الوسواس اللي تردد، يعني خلينا نقول يطلع من البيت، أصكيت الليت ولا ما صكيته، يرجع يشوف أصكى يرجع، أنا شغال، يبتدي يتردد في حياته في كل شيء. يعني أعطيتك أبسط مثال، يعني ذلين تخيلهم أنت في الشغل شلون يديرون، شلون يتصرفون، شلون يتعاملون ويا، يعني خلينا نقول إذا هو يشتغل في مكان حساس شلون يتعامل يا الأجهزة، شلون يتعامل يا ذي، يتعب روحه ويتعب اللي حوله، في النهاية ما يقدم شيء مفيد حق المكان اللي هو فيه. طيب تكلمنا عن الثقة في النفس، طب الثقة في الآخرين بروحها بحر لي. الثقة في الآخرين ذي أنت اللي ولدته، أنت اللي كبرته داخلك. ليش تأشر عليك إنك لا أنا أقول لك يعني أنت هاجمني أحمدي، لا لا أنت شكلك زعلان لأنه أنا عشان شيء أشرت عليك لأن شكلك زعلان. ليش قاعد تنظرني شكلك وايد ناس خذلوك يعني. لا شوف شوف يا عارف شلون يفر الطاولة. لا أنت لأن أنت قلت إنزين والثقة في الآخرين، الثقة في الآخرين أنت اللي سمحت لها إن هي تكبر بداخلك. ليش أنت ياتك مراحل في حياتك جربتهم في كذا مثلا قضية وشفتهم معاك واقفين وخلاص ينكتب الشخص اللي عندك ثقة رجل، هذه شخص ثقة ورجل صاحب مواقف مشرفة معاك، الشخص ذي عمره ما يخذلك، انت واثق ان ذي الشخص ما بيخذلك. في نساء بعد والنعم فيهم النسوان إيه؟ لا لا إيه؟ النساء كلهم النعم فيهم إيه؟ ما يحتاج إيه. لا انا بس انا اقول يعني انت مارش تبي تسوي فيني بقى. لا انا ما بسوي شيء ماري، انت اشتبي تجرني. لا 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 ما بجر إيه؟ لا هي ما فيها الثقة الواحد يثق في الكل، احنا نمدح الكل. لا بالعكس الكل احترامه يعني طبعا إيه؟ الثقة هي مش لازم واقفة بس على أن أنت تثق في ريال، صح بالعكس نثق تثق بعد في امرأة طبعا بالعكس. الثقة الموجودة اللي في ملخص الثقة ذي أن أنت تثق في شخص آخر، هذه مطلوبة مطلوبة. ليش؟ لأنه بتحسسك بالطمأنينة من داخل. أنا إذا ما وثقت في الشخص وتميت طول عمري متردد في معاملته معاي، يا أخي من الأرض ما بتزرع، أنا ما بقدر أكمل معاه، بتولد توتر بالضبط، بتجيب زعزعة كذي أنا في غنى عنها. فأنا ليش ما أثق في الشخص اللي قدامي وعذره؟ يا أخي مش لازم أدور أخطائه، يا أخي إن شاء الله أدور لعمل واحد حلو سوى لي وأترك عنه كل أخطائه. والله العظيم ممكن أنا نفسي أزرع فيه هو ثقة إنه يحب يكون زين. يعتمد على الأشخاص إيش كثر أنت تأثر فيه وإيش كثر هو يأثر فيه بالضبط. بس هذه طبعا أنا أقول لك يعني إذا أنت زوج وزوجتك مثلا أنت تثق فيها في كل أمور البيت والحياة والمعيشة، بس في أمور أنت تخاف منها، مثلا تخاف مثلا أن مرتك إذا طلعت في الليل وقت متأخر بروحها، أنت خايف عليها لأن هي امرأة ضعيفة بالنسبة حق الرجل مقياسها مع الرجل، لكن أنت ما تدري إن هي ممكن تكون قوية في الشارع، ما تدري إن هي ممكن تقضي على أي حاجة قدامها، بس أنت لأن أنت متردد. لكن هي صدق يمكن فعلا قوية شديدة ما حد يقدر كفو يكلمها، بس أنت خايف عليها. التردد ذي مزروع فيك أنت، لكن هي ما قاعدة تشوفها، بس هي تحس إن أنت خايف عليها تطلع ذي الوقت.
وتعودوا نسواننا هال يعني من زمان منذ القدم يعني ان ما حد يطلع وقت متاخر للريال. بس في ظروف ساعات تحكم ان المراه تطلع، مثل المستشفى، مثل رجوع في عرس وقت متاخر، احتفال البنات يدومون شفت بالضبط اي يدومون شفتات، تكون في المستشفى وان كان في اي وزاره في اي حكومه في اي شغله، عرفت، تكون ساعات وقت متاخر راد للبيت او رايح طلوعها من البيت الساعه 10 في الليل. مقياس المراه في السابق كان طلوعها شوي في الليل من تغيب الشمس، لا الطلوع يخرع بالنسبه لها. الحياه تغيرت بعد. بالضبط بالضبط. وطبعا هو الامان موجود من زمان الحمد لله، والله يدومه يعني الحمد لله. اي فالثقه بين الزوجين مطلوبه، وهي طبعا تخاف من الرجل في مثلا في نواحي، مثلا هي واثقه في زوجها في حياة المعيشيه كامله، بس تخاف مثلا لان سافر برا او قاعد بروحه في البيت يضيع، ما يعرف يرتب اموره، ما يعرف ياكل، ما في يطبخ، ما يعرف يطبخ مثلا. رجعنا للاكل إيه؟ بعد وانت تفهمها يا فلانه انا والله العظيم لان سافرت برا ما باتوه، لا تخافين باطبخ حق روحي، انت مني اكلك مني شربك مني غسل ثيابك. فهي ما عندها ثقه فيك ان انت كفيل انك تسوي ذي الواجبات. هذه الثقه، الثقه ترى عامل جدا خطير إذا إحنا ما عرفنا ننبتها في أشخاص معدومين الثقة. يعني طلبة عندك قدام، عندك طالب اسمه وليد وطالب اسمه محمود، محمود شاطر ووليد شاطر، بس وليد اللي كله يشارك يرفع يد على طول، محمود فيه خجل شوي، فيه خجل كثر ما الأستاذ يشكر في وليد ويقول له ممتاز يا وليد ممتاز يا وليد، يلتفت على محمود يقول له محمود ما عندك النقطة، يقول له عندي، يقول له انزل اقرأ، يقرأ متردد، يقرأ متردد. ايش صايده محمود؟ ثقته الضعيفة، صار ضعيف الثقة، لكن وليد صار قوي الثقة. ليش؟ لأنه في كل عمل يسويه في شكر وثناء، في جرعة نشاط، هناك في جرعة نشاط بس في خوف من الشخص نفسه. هني طبعا ذي العمل واقف على المدرس شلون ينمي الثقة عند محمود. هذه الثقة بصورة سريعة. التردد غير الثقة، تردد خوف وسواس عدم مواجهة من الآخر، أعطيك وعدم المعرفة ترى عدم المواجهة هي من الآخر. لا وفي أشياء، في عدم المعرفة بالشيء يخلي الإنسان يتردد. هاي نعمة أحمدي، أنا أشوفها إذا أنت ما تعرف وتردد زين، مشكلة اللي يعرف ويتردد هاي المشكلة العودة. هاي بالضبط، هذا هي وايد مشكلة عودة. يعني الحين بعطيك مثال، شخص عنده خير بيزات تحطها في البنك، سنة عن سنة تنزل قيمتها السوقية، تاجر فيها ولد الحلال، يوصل لباب التجارة، يعني خلينا نقول عطيت انت فكرة مثلا اشترك عقار، يوصل لآخر مرحلة ويوقف يتردد، ما عنده ثقة، يخاف، يحط يقوم يتخيل، يقول لك شوي اللي يحترق، شوي اللي ينهدم، شوي اللي المستأجرين كلهم يطلعون، شوي الذي خلاص ويتم على حاله. فهاي وصل مرحلة المرض، بتبتدي المرحلة عندك تسيطر عليك، يبتدي خوفك يقضي عليك صح، شيئا فشيئا أنت تنعدهم. هاي التردد، لا تسلم نفسك حق التردد. أنا أكون في يعني يكون عندي تردد بس في المراحل المصيرية، بس أنا واثق في نفس الوقت، ما أقوم أنا أشيل الثقة من داخلي وأحط بس التردد وأعطي بس جرع منشطة للتردد وأترك عني الثقة نهائيا. بمشي في الشارع شخص مو بواثق حتى في ثيابي إن ثيابي مناسبين ولا لا، شعري مناسب ولا لا، ثقتي وصلت لها الحد، تخيل إن مهدوء خلاص معدومة، أنا صرت إنسان متردد، سيارتي نظيفة ولا لا، مرة شنو إيه ولا لا، إنزين حتى الأكل تطلب أنا أستحي أطلب منهم يمكن ما يبون يعطوني، والله تبتدي مراحل تقضي عليك. التردد ذي إذا كبر في الإنسان سيطر عليه وملكه، صرت شخص خايف عديم الثقة،
يرثى له خلاص، فلازم يلحق روحه بشكل سريع. وإذا في عندك شخص أصغر منك أو صاحبك، ولدك، بنتك، زوجتك، أنت ازرع فيها الثقة، عطها الثقة، لا تخاف. شو بيصير يعني؟ ليش الخوف؟ خايف من شنو بالضبط؟ أكبر شيء الإنسان يخاف منه هو الموت. ليش خايف؟ يعني في أكبر من الموت خوف؟ ما في، هو المخيف الأول. ليش؟ يا أخي في ناس ما تخاف من الموت، بس تخاف تفقد حبيب، تفقد قريب، تفقد غالي. هذه الأشياء هي اللي تخوف. فأنت إذا أكبر جدار عندك هو الموت، شو اللي بيخليك متردد؟ شو اللي بيخوفك؟ ليش توقف؟ وايد ناس كانت لو مشت على درب كانت بتوصل نجاح غير طبيعي، بس لأنها ترددت خافت ووقفت في محطة ما تطور قدام كلش، ولا تودي المحطة التالية. النضوج الفكري أتوقع، هو طبعا في نضوج فكري حاد في الموضوع ذي، يعني على الشخص نفسه. لأن بعد يعني احنا قلنا ان الناس اللي حولك والتربية تأثر، بس بعد الإنسان عنده تحكم يعني بنسبة كبيرة في نضوجه ورؤيته للأمور عشان يقدر يوازن ما بين هالسوالف. شوف أنا حين بمشي من عندكم بروح البيت، بادش غرفتي، أنا ممكن أحط في مخيلتي إن في أسد داخل الغرفة وبتم مصدق وبقعد في الصالة مو بداش الحجرة، وبتم مصدق إن في أسد صج، وبقوم شوي شوي بتلاقينا أسمع أي صوت مزعج بقول هاي صوت الأسد داخل قاعد يعفس، بيبتدي عندي صج تصديق إنه في أسد موجود صج داخل الغرفة. ليش؟ لأن أنا سمعت حق نفسي إني أصدق إن في شيء مستحيل قاعد يصير الحين، في شيء أنا ما شفته بعيني بس قاعد يصير الحين. يا أخي قوم افتح الباب، في أسد، سك الباب، بلغ الشرطة بعدين. يمكن ما يلحق. يمكن ما في أسد، يمكن قطو داخل، يمكن ما في شيء داخل أصلاً. أنا أحس أن تردد الزايد لا علاج، يعني تقدر تساعد الشخص أنه يتجاوز دي المرحلة، لكن الثقة الزايدة اللي وصلت مرحلة الغرور والتكبر اللي الناس يشوفون روحهم فوق الكل، هذه صعبة تعالجه. هذه لازم هو يعالج روحه، وهو يساعد روحه أنه يعدي هاي المرحلة. ثاني شيء أن هاي الشخص يصير عنده ثقة زايدة يكون وايد مكروه، يكون الناس كلها اللي حوله تكرهه، فيبتدي يخسر الناس اللي حوله. لأنه دائما بتشوفه يتكلم يا الناس باستهزاء أو باستصغار، يشوف روحه أنه هو أرفع من الباقي، يمكن على ولا شيء يشوف روحه أنه هو أرفع من الباقي، يمكن الله رزقه فلوس يشوف روحه أغنى من الباقي، يمكن ترى يكون دكتور في الجامعة عنده شهادة، بس يستصغر اللي ما عندهم شهايد. فيبتدي أنه أنت ما تأخذ منه علم لأنه هو كرهته، أنت ما تتقبل من الشخص اللي كرهته. فهاي المرض وايد أنا أشوفه أصعب علاجه من التردد. التردد يمكن شخص يساعدك يزرع فيك الثقة وتطوفها، لكن من الشخص اللي بينزل ثقتك في روحك أشوفها وايد صعبة. اللي نزل الثقة ذي طبعا أكيد شخص هو أصلا ما عنده ثقة، لأنه ما يعرف يقيسها صح، ما يعرف يقراها ولا يفسرها صح، فهو أصلا تلاقيه شخص متردد، فيقول له لا يا عمي إيش لك تسوي هاللون، لا يا عمي لا تسوي هاللون بتخسر وايد، لا يا عمي، لأنه هو متردد. المتردد ذي ممكن ينشر التردد ماله لأبعد الحدود، يخلي الأشخاص اللي قدامه كلهم ناس ما يقدرون يأخذون قرار في شجاعة وثقة، لأنه هو عدم الثقة عندهم نشر التردد، جو التردد، الجو متردد اليوم. اليوم أنا نشر لك جو التردد، أخرحكم كلكم هني، أقول لكم إن في فيروس برع منتشر في الهواء، لا تطلعون، وأصك عليكم الباب وتبطلعون قوم تدزلوا، فيبتدي الخوف يزرع في قلب الأشخاص والثقة تنعدم. بس يتلاقي واحد فيهم قاعد
بذرة الثقة عنده وايد قوية، يقوم يدزني ويقضني في الأرض، يبطل الباب ويطلع يقول لك ياخذ نفس قوي، يقول لك ما في جراثيم ولا شيء. فهني الثقة مطلوبة، والتردد نفس ما قلت لكم تردد موجود، بس في القرارات المصيرية يا ريت إن الواحد يحاذر منه شوي، كن وسط معتدل. بالضبط بالضبط بالضبط. يعني مساء أحمد قال مثال إن أنت تكون مغني ويكون كل الناس تمدح في صوتك إنه جميل، وتروح هناك تنصدم إن صوتك مو بجميل، وبالعكس في الناس المترددين في أصوات جميلة بس يخاف يطلع صوته وسمع حق الناس لأنه ما حمدح في صوته من قبل، ويمكن في أحد في البيت قال له ذبحتنا صوتك ذبحتنا، مع أنه هو صوته جدا جميل لكن الثقة انعدمت والتردد زاد. واللي قال له ما عنده ذوق احتمالي مو بسمعي أو غيران بعد، هذا مقياس ثاني. هاي بودكاست بروح الغيرة. أوه الغيرة هذه مجلد مو بودكاست، مجلد الغيرة. وفي الأخير حاب أشكر ثقتكم، شو رأيكم في كلمة ثقتكم؟ جميلة. وحسن استماعكم. كان معاكم بفري وأحمد محمد في بودكاست بالعربي.